ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير دايما. معاكم جو من قناة كرش بوي، ومعايا البرنس البرانيس كلها شادي. النهاردة احنا جايين في تاني حلقة في افضل فرايد افضل برجر تشيكن في مصر، والنهاردة هنخش بثلاث مطاعم. يعني دي ممكن تكون اقوى حلقة في البرجر التشيكن، لان البرجر مطاعم النهارده جامدة. جامده، وكلها بقى مش برجر اللي هو المعجون المفروم، لا ده كلها الفراخ المقليه، فراخ قطع فراخ في الساندوتش. قول لنا يا باشمهندس شادي، هنخش النهارده بايه؟ انا متحمس جدا للفيديو بتاع النهارده. في عندنا هارت اتاك تمام، وزاكس وكنسس، ثلاثة يعني الثلاثه وحوش. عالميين. طب هنطلب الاول، نشوف مثلا هارت اتاك. يلا بينا هنبتدي نطلب هارت اتاك عشان ايه ما نطولش عليكم. بصوا هما التلاتة، يعني لا المقارنة هتبقى صعبة قوي علينا احنا النهاردة. كنت عايز اعرف ايه افضل ساندوتش تشيكن عندكم؟ تمام، فندم برشح لحضرتك تحبه في الاول سبايسي ولا اوريجينال؟ بص انا عايز افضل حاجة عندكم سواء كانت سبايسي او اوريجينال. تمام يا فندم، ارشح لحضرتك ساندوتش هارت اتاك. بيكون يا فندم عبارة عن، لحظة اوضح لحضرتك، اتفضل. بيكون عبارة عن دجاج كريسبي مع تركي مدخن وجبنة شيدر وخس وقنبلة جبنة مع صوص هارت اتاك. تمام، لطيف. عايز واحد. تمام، مفيش أي مشكلة. حضرتك تحبه سنجل ولا دبل ولا تريبل؟ لا سنجل يا فندم، كومبو ولا ساندوتش؟ ساندوتش بس. تمام، حضرتك تحب تجيب ايه تاني؟ تمام كده، حضرتك تحب تجرب معانا جار تشيز او موتزاريلا ستيكس؟ ميرسي، ربنا يخليك. برضه حضرتك هيكون هارت اتاك تشيكن سنجل. تمام، اجمالي برضه حضرتك يا فندم هيكون 83 جنيه و27 قرش، شامل الضريبة وخدمة التوصيل. الاوردر هيكون متاح عند حضرتك يا فندم في خلال من 45 ل 60 دقيقة. تمام، اوكي، عايز استفسار اخر؟ ميرسي، ربنا يخليك، شكرا. سلام بارك الله فيك. شكرا جدا. هو ايه ساعة ولا ايه؟ ويشرح بقى انت اللي حصل عشان زهقت. انا زهقت بقى، انا صدعت منهم. هما طولوا شويتين في الرد لان بيقولوا الاول مسج كده ثابته لازم تقعد تسمعها كلها، هارت اتاك مش عارف داين فور مور هارت اتاك وحاجات غريبه كده. الكول سنتر يعني طول معايا شوية، مش سامعني خالص. أنا كنت بتخانق معاه، أنا خمس ست سبع مرات أقول له على رقم الموبايل هو مش سامع، فمش عارف دي مشكلة عندهم بقى ولا عندنا، بس لا هيبان طبعا لأن هطلب مطاعم تاني، أكيد المشكلة مش تبقى عندي إن شاء الله. يلا بقى بينا نخش إيه على ما كانساس كله تاني تقريبا حاجة في الوقت ده، من 45 ل 60 غالبا. هنخش بقى على كانساس تاني حاجة، بس أنا متشوق جدا لأني جعان جدا جدا جدا. عمالة تقول لي للطلبات اضغط واحد. بص دوست كام واحد؟ الشكاوى يعني أنا زهقت من كمية الوحايد اللي أنا دوستها. قفل. أنا اتصل بيه تاني. تاني محاولة فشلت وقطعوا الخط عليا بعد ما قعدت أسمع رسائل كتير. يلا على تالت محاولة. بص أنا دوست كام واحد؟ أنا زهقت، دي تالت مرة ما يردوش عليا بجد. رابع محاولة، رابع محاولة فشلت. هنعمل خامس محاولة مع كنسس. خامس محاولة مع كنسس، ما بيستجيبوش. هجرب سادس محاولة بعد كده هخش على زاكس. يلا سادس محاولة كنسس. طيب بعد ست محاولات فشلة كنسس، ما الكول سنتر بتاعهم بايظ، فهتصل بزاكس. لو مش كده، لو كنسس مش شغال، هضطر اطلب بازوكا مكانه. نفس الفكرة برضو، التشيكن فراخ برضو قطع مقلية، فهنطلب دلوقتي زاكس. نخش على رقم اتنين مزاجه زاكس برضو، يعتبر سمعته جامدة المفروض، بس معرفش كنسس بجد لا بيهزروا. قفلني. يعني كنت بص داخل الاول مبسوط وجعان والدنيا حلوة، لا ست مرات الكول سنتر ما بيستجبش، رزالة جدا يعني. هنخش بقى على زاكس. كنت عايز اعرف ايه افضل ساندوتش تشيكن عندكم؟ تمام، ايه افضل حاجه؟ طب او اكتر اكتر حاجه عليها طلب عندكم زي ايه يا فندم؟ ذا بيست. تمام، اوكي. ده عباره عن مكونات، عباره عن ايه؟ تمام، اوكي يا فندم. تمام، عايز واحد. ميرسي، بزو حضرتك. شكرا يا فندم، ميرسي بذوق حضرتك، مع السلامة.
مشل بصوا هقول لكم حاجة، أفضل سيستم كول سنتر شفته في حياتي اتنين قابلتهم النهاردة، كانسس اللي حتى الآن ما ردش علينا، بجد شلل وملل ويفصلك إنك أساسا نفسك تبقى مفتوحة على الأكل. انت قلت افضل. أنا قلت أفضل؟ أنا بص من كتر ما تعبت والله أنا قلت أفضل، يعني أنا قصدي أفشل، معرفش أنا قلت أفضل بجد؟ يا نهار أسود انا استغربت، انا قلت جننوني اقول هارت اتاك ولا بجد، أفشل كول سنتر شفته في حياتي كانسس وزاكس كانسس. بجد احنا اول مره نجربه، بس زاكس عارفين ان هو مستفز وممكن مستفز قوي. قوي. بصوا هو هقول لكم حاجة، هو في زاكس اللي بيرد عليك لما يرد عليك كويس بينجزك، رغم اني ما فهمتش هي الساندوتش مكوناته ايه اللي قالت لي عليه في زاكس، قالت لي مش عارف في بيف ومش اساسا عارف، غير باربيكيو بس. انا ما فهمتش حاجة، بس السيستم ذات نفسه اللي بيوصلك للي هيرد عليك عقيم. انا اسف اذا كنت قلت هارت اتاك الكول سنتر بتاعه نص نص، لا هارت اتاك انت استاذ، انت عالمي والله العظيم، كده جنب الناس دي انت عالمي. هنجرب للمرة بقى السابعة نطلب كنسس، معلش انا عارف ان الموضوع طول قوي عليك وانا اتخنقت وكنت كانت نفسي مفتوحة الاكل بس زهقت، هنطلب للمرة السابعة كنسس. يلا بينا بقى على المحاولة رقم 8 مع كنسس، طب ليه؟ افشل كول سنتر في مصر. طيب كنسس بجد ربنا يسامحهم انهم حرقوا لي دمي تامن مرة، الكول سنتر مش شغال، هنخش بازوكا، مفيش كنسس النهاردة، بازوكا نفس الفكرة بالظبط، ف انا هحاول افك معاكم لان انا زهقت بجد، يعني انتوا لو بتطلبوا حاجه 8 مرات الكول سنتر ما بيردش اكيد وانتوا جعانين هتتضايقوا جامد. يلا بينا بقى نخش البازوكا. ايه افضل ساندوتش تشيكن عندكم؟ تمام. لا في هالبينو لو حضرتك تحب السبايسي تمام، لا خلينا في اول ساندوتش. تركي تمام. سنجل ولا دبل ولا تربل؟ لا سنجل يا فندم. دبل سنجل سنجل تمام. اي خدمة تانية؟ ميرسي ربنا يخليك. تمام انتوا تقريبا 78 شامل الدليفري والضريبة، هيوصل حاليا 60 ايام من مرة مصر الجديدة. اي خدمة تانية؟ ميرسي ربنا يخليك. حاسس ان سونيك بيتكلم يا جدعان في التليفون. بجد انا يعني عايز اديها ورده، يعني هي ردت في لحظه، انجزتني في لحظه، ادتني ترشيحات ايه افضل حاجه في لحظه. لا شكرا بازوكا لخدمه العملاء رقم واحد النهارده، طبعا خدمه عملاء ويمكن من افضل خدمه العملاء او الكول سنتر اللي قابلتني في حياتي بازوكا، برافو بازوكا. يبقى النهارده هيبقى افضل حاجه معانا بازوكا في الكول سنتر. تاني حاجه هارت اتاك، ورقم ثلاثه هو زاكس، واوحش يعني انا اسف في اللفظ ازبل كول سنتر قابلته في حياتي كانسس اللي شبه قفل عليا اليوم. بس هننتظر بقى الاكل يجي، واخيرا الاكل حضر، ياه انها لحظة المتعة بجد. هيا بينا فلنبتدي الجزء الثاني من دوري ابطال المطاعم في التشيكن برجر. ده الباكج بتاع اتاك شكله سنتر كده، جوانتي والمعلقة اللي هي المعلقة وشوكة في نفس الوقت دي، وادي الساندوتش شكله تقيل برضه. اها الساندوتش ما شاء الله متحمل، واضح ان بازوكا هو اللي هيكسب في الباكجينج. الباكج فيه هنا برضه منديل، ومنديل عادي ومنديل اللي هو المعطر، وجوانتي والشوكة اللي هي المعلقة وشوكة في نفس الوقت. بازوكا جايب معاه كول سلو، يعني حجمها بس كويس بالنسبة ان هي مش مطلوبة اساسا، احسن من بلاش يعني. بصوا بقى الساندوتش عامل ازاي، بصوا التغليفه بتاع الساندوتش، بس هو للاسف يعني في هنا المفروض، هنا المفروض اسماء الساندوتشات، فالمفروض هو يضغط لك على الساندوتش اللي انت طالبه، بس هو للاسف ما عملش الحركه دي. ف قشطه، بس الباكجينج حلو قوي. في هنا معانا برضو نفس الفكره، شوكه وشوكه وسكينه، وفي هنا معانا خله واتنين كاتشب ومنديل. يعني الباكجينج بصراحه، لا انا مبسوط بالثلاثه، انا مبسوط بالثلاثه، هو بس اولهم هيبقى بازوكا، اول حاجه في الباكجينج بازوكا. يعني مش هيبقى بازوكا وبعد كده مثلا زاكس وبعد كده وهنا ده الساندوتش بتاع زاكس، ومعاه بطاطس. اوه لا حلوه، معاه كول سلو. وايه ده، دول كبروا الكول سلو شويه ولا متهيألي؟ كبروا علبه كول سلو سنه تقريبا، بس برضه نصها دقيقتين كانه متاكل يعني. ومعانا هنا بطاطس، ف بصوا كل واحد ليه ميزه، يعني بازوكا حط لك بطاطس وكول سلو، سوري زاكس حط لك بطاطس وكول سلو،
بازوكا الباكجينج حلو قوي ومعاه كول سلو. اقلهم لا اقلهم يعتبر كده هارت اتاك. هارت اتاك. بس تنزل الطعم بقى نشوف. في الطعم دي بقى هنرص الرصه بتاعتنا ونقسمها بالنص ابو قسم ونقول لكم الاسعار وندوق. واهم حاجه عندنا طبعا في دوري ابطال المطاعم احنا بنقرر على الطعم فقط لا غير. فهنشوف ايه اللي هيكسب معانا النهارده في دوري ابطال المطاعم. وقد عدنا ومعانا الثلاث وحوش بتوعنا في افضل ساندوتش تشيكن برجر في مصر الجزء الثاني، واللي انا متحفز له جدا. اللي لسه ما شافش الجزء الاول هسيبه لكم في الاي اللي فوق. هتستغربوا مين اللي كسب في الجزء الاول للناس اللي لسه ما شافتوش. وهنشوف مين هيتاهل معانا النهارده. الرص هقول لكم، هنا معانا هارت اتاك، هنا معانا زاكس، هنا معانا بازوكا. تمام، هو شكله بازوكا فعلا. هنبتدي هارت اتاك ولا بازوكا ولا زاكس. ولا زاكس ولا بازوكا؟ زاكس. اذا هيا بنا. يا لهوي 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 يا جدعان، كميه الحاجات اللي فيه مش طبيعيه. اشرح لهم يا شادي انت، انا مش هشرح. يعني ده كل ده باربيكيو مايونيز وبيفريكن وخيار مخلل وخس وباربيكيو صوص ومايونيز. لا وريحته ايه؟ لا المقارنه النهارده هتبقى من احلى المقارنات في العالم بجد، لان هم ثلاث مطاعم فظيعه. يلا ندوق بازوكا ونشوف بيقول ايه. ده زاكس. زاكس اول لخبطه في الفيديو. التقييم، تقييمك كام يا شادي؟ تقييمك كام؟ 7. انا تقييمي من 7 ل 8، يعني خلينا يمكن خلينا في 7. شادي شاطر عني بصراحه، يعني هو ادى تقييم مظبوط اللي هو ايه، عشان لسه ده اول طعم ف7. لا احييك يا استاذ شادي، انا كنت هدي 8 عشان انا اهبل، بس انت انصح مني عشان في وحشين تاني. مين شكلك بتبص؟ لا انا عادي، انا معاك اللي نفسك. خلي بازوكا لغايه الاخر. طيب يلا بينا. بصوا الجبنه، شايفين الجبنه من جوه ده، يعني عليه جبنه من فوق وجبنه من تحت الفراخ والبيف بيكن والفراخ بيضه برضو. الفراخ تحفه. الفراخ بصوا اهي، حته فراخ وقعت. بصوا الفراخ التوابل بتاعتها، الكرانش بتاعها لون ابيض والفراخ من جوه لونها ابيض. تعالوا ندوق كده الفراخ لوحدها. ده هارت اتاك. يلا يلا. في حاجة غريبة. في جنزبيل زيادة، في طعم جنزبيل. طعم غريب فيه فعلا، ما انبسطتش زي زاكس. ودي صدمة. بصوا دايما المقارنات بنقابل فيها صدمات، يعني انا قلت ممكن اللي بنسبة 85% يكسب هارت اتاك. لا زاكس حتى الان افضل. هو الساندوتش كان ماشي حلو، بس في حاجة كده يعني حتة الجنزبيل دي عايزة شوية. طعمها جامد كمان. للأسف. انا تقييمي ليه، ما هو لا هو مش زي زاكس. انت انبسطت من ده اكتر ولا زاكس؟ لا زاكس. طب هيبقى تقييمنا لهارت اتاك 6. هو حلو وكل حاجه بس زاكس افضل. دي ميزه المقارنات، انك ممكن حاجه تبقى بتحبها قوي بس تكتشف ان حاجه انت اصلا ما كنتش بتحبها هي افضل من اللي انت بتحبه لما تحطهم مع بعض في نفس السياق في نفس الوقت. فكده معانا هارت اتاك 6، زاكس 7. هنشوف يعني، انا حاطط املي في ده بس مش عارف ده ممكن. ما احنا كده الاثنين يعني ممكن زاكس يكسب مش عارف. طيب يلا بينا ندوق ده. عم بازوكا هديك جبنه. بصوا بازوكا عامل ازاي. اونيون رينج حلو اللي فراخ يعني. ده عباره عن اونيون رينج وحته تركي مدخن. اونيون رينج فوق، تركي مدخن، فراخ، طماطم، جبنه موتزاريلا، مايونيز. يلا بينا ندوق. ايه الاخبار؟ المقارنة هتبقى صعبة النهاردة. ده مكيفني عشان الجبنة والأونيون رينجز. الجبن فيه حلو قوي وفيه زي البلو تشيز، نسبة بلو تشيز، ف مدياله طعم مزز، وأنا خصوصا بحب البلو تشيز قوي.
بس اللي بوظت عليا التجربة قطعة الطماطم. بس مبسوط مبسوط. جبنة لعشاق الجبنة. طب هنعمل ايه النهارده يا شادي بقى؟ لا انا كده انا تهت. هتعمل ايه؟ هو انا عارف انا قررت ايه عشان انا ما ينفعش اظلم اي مطعم بصراحة، وقراري ده غريب جدا لان انا يعني قراري هو شادي مش هيفهم انا بقول ايه عشان انا عايزه هو يقول رأيه، بس قرار انا عكس اللي انا كنت متوقعه خالص للأسف، ودي دي حاجات غريبة بتحصل في المقارنة. شادي انت حسب بزوكا احسن. انت هتقول ايه؟ مالكش دعوة بيه. لا انا شايف بزوكا يكسب. بزوكا يكسب. هما الاثنين كانوا ماشيين في نفس الطريقة بس ده اللي محلي اكتر انه في اونيون رينجز وجبنة عامل له طعم جامد ومبينين. ماشي استمتعت بايه اكتر حاجة من الاخر؟ لا اتمزجت بزوكا اكتر صراحة، يعني ليه بوز ولا يظبط. انا مش عارف. لا انا كده انا مع زاكس بصراحه، ودي كانت كارثه ان انا قلت الاثنين هيبقوا اشد من زاكس. طيب بصوا بقى، دي محتاج دعمكم جدا لان كده شادي واضح ان هو مصمم على بازوكا وانا مصمم على زاكس. هما الاثنين حلوين قوي. للاسف هارت اتاك ما غير ما كنت متوقعه، وطعم الجنزبيل اللي فيه ده ما عجبنيش، غريب قوي. بس لا كومنتاتكو علشان نعرف في الجزء الثالث مين اللي كسب، لان كده انا مع زاكس وشادي مع بازوكا. اكتبوا لنا يا ناس يا اللي كلتوا، الشباب اللي كلوا في بازوكا وفي زاكس اللي كنت طبعا سمعتهم معروفين جدا. اكتبوا لنا تفضلوا مين علشان لما نعمل الجزء الثالث نقول مين اللي كسب، لان كده احنا عندنا 50-50. لان انا مش هفرض رايي على شادي ولا هو هيفرض رايه عليا. انا للاسف ودي صدمه غريبه ان انا اللي عجبني زاكس، وده كنت متخيله. هارت اتاك برضه في حاجه مش باينه، يقول لك قنبله جبنه. لا انا مش شايف يعني بازوكا يغلبوا في الجبنه. طبعا بازوكا وزاكس الاثنين كجوسينس كعصاره بقى بتاعه الجبنه والكلام ده كله يكسبوا عن هارت اتاك اللي المفروض قال فيه قنبله جبنه جوه، ما شفناش قنبله الجبنه. وكمان يعتبر هارت اتاك يعني الاسم الساندوتش اصلا على اسم المطعم، هو احسن ساندوتش عندهم. طيب بصوا خلاص كده بقى، كده 50 قلنا زي ما قلنا، 50 بازوكا 50 سوري 50 زاكس 50 بازوكا. اكتبوا لي في الكومنتات تحت علشان هشوف ايه افضل الكومنتات اللي مكتوبه، وفي الجزء الثالث بتاع الفرايد تشيكن برجر هحدد ايه هو اللي كسب معانا النهارده، لان احنا كده في تصادم، فانتوا اللي هتحددوا وهنقوله طبعا في الجزء الثالث بتاع التشيكن برجر. بس لو عجبكم الفيديو بتاع النهارده يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زرار التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم على خير في فيديوهات جديده. وكان معكم جو كيرشبوي وشادي. سلام.